تو مازلت مانيش مؤهله وميمه مسمسل يعني بمنيش كيف كنتي وخيتي ما شاء الله تتعمل برنامج ولا طوندوت في التلفز. انا نحس روحي مازلت معناها تو ممكن الممثله اللي فيها قاعده تغير على معناها بيزمني يكون موجوده في المسرح تو اما باش نعمل برنامج. هو تحبي الحقيقه وميمه برجولي قولي ماذا بيا اسمعي الحقيقه كل شيء جاني صدفه لعملت لقلت باش نعمل استراتيجي في حياتي وكذا ونسطر والتنميق وكذا ليه وخايتي كل شيء جي صدفة كتبت ربي كما قول كلام الناس جيت صدفة قرايتي في المسرح جيت صدفة خاطر حبيت نعمل موزيكا شنو آخر يا ربي في المسرح زيدا الأعوام الأولانية وقت اللي نخدم في المسرح ديما تجي صدفة خاطر ثم ممثلة تغيب يعني عيطولي أنا باش نعوض عوضة. فهمت نعوض ما من لون نعوض الحمد لله نعوض ونتميز الحمد لله يا ربي مشيت لعبت فهمت الفازة ما نعرفش على غدوة شنو فيه ما نعرفش أما أهم حاجة اللي أنا يلزمني تو نكون موجودة في المسرح.